مشاهدينا ومستمعينا الكرام، أهلا بكم في نهاية الأسبوع. قبل أن يعقد تلوح علامات فشله، وقبل أن يصل المشاركون جزيرة صقلية الإيطالية، ربما تغرق الكثير من أمالهم في البحر المتوسط بعد أن توقع العديد من الخبراء والمحللين فشل المؤتمر، خاصة إذا علمنا بأن القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر ورجل ليبيا القوي كما تسميه أغلب الصحف الغربية قد يغيب عن المؤتمر، وهو الأمر الذي تحاول إيطاليا بشتى الطرق أن تمنعه، خاصة بعد أن أكدت الكثير من صحفها أن غياب المشير يعني فشل المؤتمر. ليس هذا وحسب، فآخر التسريبات تقول أن الرئيس الفرنسي ماكرون والمستشارة الألمانية ميركل لن يشاركا أيضا وفق آخر التسريبات الصحفية، إضافة إلى وعود الرئيس الروسي بمشاركة وفد يمثله وإنه شخصيا ربما لن يحضر. يبدو مشهد باليرمو ضبابيا، فإيطاليا تضمن فقط مشاركة حلفائها وشركائها في ليبيا ومن تقوم بدعمهم فقط، لكنها تفشل في ضمان مشاركة من يعارضون سياساتها في ليبيا، وتفشل في تقديم ضمانات للمشككين في سياساتها. في أبرز مشاهد هذا الأسبوع، زيارات متسارعة تسبق عقد مؤتمر باليرمو للتنسيق بين شركاء الأمس واليوم. وزير داخلية حكومة الوفاق غير الدستورية المدعو فتحي بشاغة يصل إيطاليا للمشاركة في ملتقى باليرمو، حيث التقى وزير داخلية إيطاليا ثم وزير الدفاع. فلنتابع. إلى إيطاليا توجه وزير الداخلية فيما يعرف بحكومة الوفاق غير الدستورية المدعو فتحي بشاغة قائد عملية فجر ليبيا الإرهابية والميليشياوي السابق، زيارة جاءت للتنسيق بين حلفاء الأمس الذين سمحوا للقوات الإيطالية بالتمركز في قواعد عسكرية على الأرض الليبية دون مراعاة لمشاعر نعتذر على هذا الخلل الفني. قال سفير بريطانيا السابق إلى ليبيا بيتر ميلت أن مؤتمر باليرمو لن يحقق نتائج جيدة في ليبيا يمكن أن تفضي للسلام. وأكمل ميلت خلال تغريدة لها على تويتر أن العملية التي تقودها الأمم المتحدة لا تزال هي أقرب شيء يجب على ليبيا أن تقدمه إلى الأمام حسب قوله. يذكر أن مؤتمر باليرمو لن يشهد حضور الرئيس الفرنسي ماكرون والمستشارة الألمانية ميركل والرئيس الروسي بوتين. أيضا تشارك الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية فيدريكا موغيريني باسم الاتحاد الأوروبي في مؤتمر باليرمو في إيطاليا حول ليبيا المقرر يومي 12 و13 الشهر الحالي. وحول المشاركة الأوروبية أكدت المتحدثة باسم موغيريني أن التكتل الموحد يريد التأكيد على استمرار عمله خلف الأمم المتحدة لتسهيل انتقال ليبيا نحو السلم والازدهار. واستدرتت مايا بأن يقدم الاتحاد الأوروبي منذ سنوات مساعدات متعددة الأطياف لليبيا تتمثل في دعم مؤسسات الدولة وتحسين مناخ الأعمال وإدارة الخدمات المالية ودعم جهود البلديات والمساهمة في تعزيز عمل المجتمع المدني. ويعمل الاتحاد الأوروبي في الملف الليبي ضمن ما يسمى باللجنة الرباعية الدولية حول ليبيا. أهلا بكم مشاهدينا، نبدأ النقاش في هذه الليلة من برنامج نهاية الأسبوع والتي سنسلط فيها الضوء على مؤتمر باليرمو. هل سينجح؟ هل سيفشل؟ ما مدى رؤية المحللين السياسيين؟ ما هي النتائج المتوقعة من هذا المؤتمر المزمع عقده في 12 و13 في مدينة باليرمو في جزيرة صقلية الإيطالية؟ ضيفي في الأستوديو الأستاذ خالد الترجمان المحلل السياسي، أيضا ستكون معي عبر الهاتف صوفيا الهمامي الصحفية التونسية معي عبر الهاتف من تونس، أيضا الدكتورة آمنة الباز الأستاذة في العلاقات العامة والعلوم السياسية ستكون معي عبر الهاتف من بنغازي. بداية أبدأ بضيفي في الأستوديو السيد خالد. بداية سيد خالد، لماذا يعتبر الكثير من المحللين أن مؤتمر باليرمو يحمل بذور فشله
قبل أن يعقد أصلا. أهلا بك سيد منذر. حقيقة هذا المؤتمر اللغط الكثير الذي يثار حوله منذ نهاية أو منذ خروج قرارات اتفاق باريس الذي تم التواصل إليه بعد إخلال المجلس الرئاسي باتفاق سابق وهو اتفاق الإمارات. واقعيا نرى كل فترة هناك محاولات من الدول الأوروبية، هناك محاولات من كل اللاعبين في المشهد الليبي لإطالة أمد الأزمة، لإطالة فرص عدم النجاح في توصلنا إلى حل. الحلول طرحت منذ 2014، طرحت وتحدثنا فيها في قنوات كثيرة قبل انبثاق قناة الحدث، وعندما جاءت قناة الحدث إلى بنغازي كانت باستمرار كل المداخلات وكل اللقاءات نشير فيها إلى أن الحل في ليبيا واضح للجميع وللعيان. الحل في ليبيا هو حل أمني عسكري بامتياز، لا علاقة للاختلافات السياسية بما يحدث في ليبيا. طالما هناك سلاح خارج الشرعية، طالما هناك عصابات مناطقية وجهوية وعصابات عقدية، لا يمكن بأي حال من الأحوال الوصول إلى توافقات أو الوصول إلى نجاح. القيادة العامة للقوات المسلحة دائما تتحدث وتبدي رغبتها في الإسراع خطوة للأمام نحو الانتخابات، وتتعهد بحماية هذه الانتخابات، وتتعهد كذلك بقدرتها على اجتثاث كل التنظيمات المسلحة. ما يحدث أنه طالما هذه ردود القيادة، هناك باستمرار شيء يدعو الآخرين إلى إفشال أي توجه نحو الانتخابات. القيادة منذ انتصارنا في بنغازي وهي تعلن بأنها قادرة على حماية انتخابات وتريد للليبيين الذهاب مباشرة لتغيير هذه الأجسام الموجودة بالذهاب إلى انتخابات رئاسية وانتخابات برلمانية. الذي يحدث باستمرار إما مؤتمرات للدول الطوق أو مؤتمرات لأصدقاء ليبيا أو لقاءات لبعض الدول، نعم، وإعلانها لوجود برامج وحلول في لقاءات وفي دعوة المختلفين كما يرونهم في ليبيا. وعندما نصل إلى تحديد نتائج إيجابية من الممكن أن نضعها على أرض الواقع، نجد أن كل هذه الأحلام تبخرت وعدنا إلى تدوير، للأسف لا أستطيع أن أقول قمامة، ولكن نعود إلى تدوير نفس الوجوه السابقة، سواء كانت في المجلس الرئاسي أو في غيرها من الأجسام المتواجدة. نعود لتدوير هذه الوجوه ونعود لتدوير نفس الإشكالات. ربما ما يجب أن نقوله أن خلال الفترة الماضية الزيارات السرية والعلنية لتركيا من قبل صديق الكبير ومن قبل السراج، ما الذي تعنيه؟ ما الذي يمكن أن نفهمه من هذه الزاوية؟ هل هؤلاء يذهبون بمحض إرادتهم وبمعزل عن من أتى بهم؟ المسألة معقدة وكثيرة التشعبات، ولكن ما أرى في مؤتمر باليرمو أنها إعادة لخلط الأوراق من جديد، إعادة لتدوير الأزمة من جديد وبأشكال جديدة. وبالتالي ربما ليس ببعيد مسألة اختيار السيد المدعو فتحي باشاغة وكذلك علي العساوي قبل هذا المؤتمر بقليل، أحدهم للداخلية والآخر للاقتصاد. هذه الرسائل التي أرسلت من قبل السراج ومن قبل من أمر السراج ب أيضا أستاذ خالد، عفوا على القطع، يعني هناك وصلتني معلومات مؤكدة بأن حكومة السراج الآن في طرابلس قبل مؤتمر باليرمو بيومين تقريبا تبدأ في توزيع السيولة، وسقف السيولة يصل إلى 1000 و1500 دينار ليبي، ستبدأ وستشرع في توزيعها يوم الغد في جميع المصارف في العاصمة الليبية طرابلس. هنا إشارة واضحة يعني أن هناك لعبة جديدة ربما لا يعرفها الكثير قبل مؤتمر باليرمو،
يعني النوايا الخبيثة للمجلس الرئاسي لتنظيم الإخوان لمجلس الدولة وغيرهم من الأجسام الأخرى المتصارعة في ليبيا، ما هي نواياهم الحقيقية التي سنراها بعد الغد ربما؟ دعني أقول لك، أولا السراج ومن أتى به وكيف أتى به، في عدد من اللقاءات في قناتكم بالوثائق وبمذكراتهم الشخصية، مذكرات العائلة الشخصية، وضحنا من هو السراج وكيف تعامل مع الليبيين منذ العهد العثماني مرورا بالعهد الملكي مرورا بنظام القذافي إلى الآن. فهذه سلسلة طويلة من للأسف من العمالة لخارج ليبيا، لعل والده قد أقصي من قبل الملك السابق رحمه الله لأنه ذهب إلى مغنيسيا في تركيا وأعلن بأنه تركي وأنه وزير للاقتصاد في ليبيا، وبالتالي عندما عاد من زيارة إلى تركيا فطلب الملك إعفائه من الوزارة، وهذه قصة يرويها هو نفسه صاحب الشأن. على كل حال، ما أريد أن أقوله أن من أتى بالسراج ومن أتى بهؤلاء هو الذي يتصرف في المشهد الآن، وهو الذي يحرك كل كافة هذه الخيوط. لعلنا نتساءل قبل ذلك في مسألة المنحة كيف زادت إلى $500 ثم بعد ذلك $10,000 التي طرحت كنوع من سحب السيولة من السوق. هذه الأمور كلها مرتبة. هل كان ذلك عصي على الصديق الكبير وعلى مصرف ليبيا المركزي في السنوات الماضية؟ لا، ليس بعصي. الآن هذا الطرح طرحه القذافي في أثناء الإشكالات، في أثناء مظاهرات الليبيين عندما كانوا يطمحون في تغيير حياتهم إلى الأفضل وليس للأسوأ الذي وصلنا إليه أو الحضيض اللي وصلنا إليه الآن لولا القوات المسلحة العربية الليبية. تعامل بنفس العقلية بنفس الأسلوب، وهو أسلوب الترغيب والترهيب، أسلوب الابتزاز وأسلوب الطمع لاعتقاده بأن الليبيين يطمعون في ذلك. الليبيين وخاصة في شرق البلاد، أنا أعتقد أنهم واجهوا الطليان وهم يأكلون البطوم والشماري. هذا لا يعني أن ليس هناك من يرحل من هنا إلى هناك، من يتعامل مع شرق البلاد ويتعامل مع السراج وغيره، الكثيرون الذين يحاولون أن يقفزوا ما بين المركبين، ما بين مركب القيادة العامة للقوات المسلحة ومن يناصره ومن يعمل من أجل توحيد البلاد ومن أجل اشتتات هذا الكم الهائل من الميليشيات ومن العصابات، والذين يطمعون للمال ويطمعون للحظوة وللمناصب. المسألة أخطر من ذلك بكثير. هذا المؤتمر أنا أعتقد أن الإيطاليين كان طموحهم أكبر مما قد يحققونه، أنهم يطمحون في الكثير من هذا المؤتمر، يطمحون إلى أن تكون لهم الكلمة العليا في ليبيا، أنهم يستطيعون أن يوجدوا حل قد يكونوا من خلاله قادرين على السيطرة في ليبيا. ولكن يبدو أن الكثير من الأخبار غير مشجعة وغير مطمنة، خاصة من قبل القيادة العامة للقوات المسلحة التي لابد أن لديها أجندتها الخاصة ولديها رؤاها الخاصة. إن لم تتحقق من هذا المؤتمر أو من غيره من المؤتمرات لن تكون لها شأن بأي مؤتمر، لن يكون فيه صالح للليبيين ولن يعطي الليبيين حقوق الحقيقية في الذهاب لانتخابات، في الذهاب لانتخابات رئاسية وبرلمانية، وفي حلحلة الوضع الاقتصادي الذي أصبح كابوس يضغط على كل الليبيين في كل مكان. لا أعتقد أن مؤتمر باليرمو سيكون ذو شأن، ولكنه في اعتقادي أنه نوع من خلط الأوراق، قد يكون كما يتم تسريبه الآن أن هناك نوع من التفكير في طرح حل لدعم البلديات من خلال المجلس الرئاسي ومن خلال الصديق الكبير، قد يكون هناك فكرة للذهاب إلى استنباط قواعد قانونية جديدة لإجراء انتخابات، كل ذلك لإطالة أمد الأزمة ولإعادة تدوير الأزمة كما يحدث في السابق. نعم، أنتقل الآن إلى تونس وضيفتي عبر الهاتف معي من تونس
السيدة صوفيا الهمامي الصحفية التونسية. بداية أهلا بك وشكرا لك على تلبية الدعوة. أهلا يا منذر، مساء الخير، وتحية للسيد خالد الترجمان ضيفك في الأستوديو، تحية كبيرة جدا لمدينة بنغازي الأبية ولكل أهالي بنغازي. أهلا بك. تونس أيضا تعاني من مشاكل كبيرة بحكم الجوار، خاصة بأن السراج مرتهن للميليشيات وبحكم الجيرة وبسبب فشل السياسات الأمنية. يعني فما هو موقف تونس من مؤتمر باليرمو المزمع عقده في الأيام القليلة المقبلة، وأنها تعرف بأن الكثير من الحضور هم ممثلين عن الميليشيات وعن التنظيمات الإرهابية التي ممكن يعني دولة تونس الشقيقة هي أيضا متضررة من تلك الأحزاب المتشددة والمتطرفة؟ مثل ما أقول دائما أن مصير تونس مرتبط بليبيا ومصير ليبيا مرتبط بتونس. نحن لم نسمع في السابق رأي تونس أو رأي دول الجوار التي كونت لجنة حول ليبيا، لم نسمع رأي تونس أو دول وباقي دول الجوار حول أمن واستقرار ليبيا حتى نسمع رأيها في مؤتمر باليرمو. ما سمعناه أن السيد رئيس الجمهورية الجزائري قيد السبسي سيشارك في هذا المؤتمر غدا، سيكون البيجي قايد سيرسي في فرنسا للمشاركة في مؤتمر باريس للسلام بمناسبة إحياء الذكرى المئوية المئوية للهدنة وإنهاء الحرب العالمية الأولى، ونتمنى أن تحدث هدنة في ليبيا ويعم سلام، ولكن إلى حد الآن لا موقف من رئاسة الجمهورية أو من رئاسة الحكومة حول مؤتمر باليرمو. يعني سيشارك الرئيسة التونسية الباجي قائد السبسي في مؤتمر باليرمو، ولكن يعني هناك رؤية ليس واضحة من قبل الحكومة التونسية. بالضبط. طيب أنت كصحفية يعني كيف تقرأين المشهد في حال ربما نجاح مؤتمر باليرمو؟ هل اتفاق باريس سيضرب بعرض الحائط؟ شوف يا منذر يا زميلي، لنتفق من البداية أن هذا المؤتمر وما سبقه وما سيلحق به من مؤتمرات ولقاءات تضم أطراف أجنبية هو بالتأكيد صراع فرنسي، صراع إيطالي، صراع أوروبي حول ليبيا. وهنا أشير إلى تصريح رئيس الحكومة الإيطالية يوسيبي كونتي اللي قال قبل أيام قليلة أنه مؤتمر باليرمو لأجل ليبيا وليس حول ليبيا، وكأنه يريد إبعاد تهمة تحوم حول إيطاليا وحول كل الدول الأوروبية، وربما قد يكون صادق في ما قال فيما قاله إذا ما قرأنا الموضوع بحسنية، ولكن لا أظن ذلك. أولوية الشعب الليبي اليومية الأمن والأمان والسيولة والقضاء على الميليشيات المسلحة، ومؤتمر باليرمو يبدو لي أنه صراع مصالح، صراع حول ثروات ليبيا، صراع حول غاز ليبيا ونفط ليبيا، هذا هو صراع حول تمكين إيطاليا، تمكين شركاتها في ليبيا، تمكين كل ما ممكن من شأنه استنزاف الثروات الليبية. للأسف الشديد هذا هو المؤتمر حاليا، يعني حسب ما يقرأ هو هكذا. نجاحه من عدمه أو لا أدري، ولكن هذا يعتمد على اللاعبين الليبيين أو الفاعلين المختلفين الذين سيلتقون. حسب التسريبات يبدو أن إيطاليا وضعت خارطة الطريق. خارطة الطريق هذه اطلع عليها فايز السراج، كما اطلع عليها المبعوث الأممي غسان سلامة، وفي وقت لاحق خالد المشري الذي أعلن مشاركته هو الآخر في المؤتمر، أيضا عقيلة صالح سافر إلى إيطاليا لمناقشة المؤتمر. يعني يبدو لي أن الاتفاق وكأنه مسبق. بقي أن نتوقف عند المشير خليفة حفتر، قرأنا بالصحافة أنه أكد حضوره، ولكن بعد ذهابه إلى روسيا يبدو أنه لن يحضر، قد يرسل مندوب عن القيادة العامة. طيب في حال عدم حضور المشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية، في حال عدم حضوره، يعني العديد من الصحف الإيطالية والغربية أشارت بأن عدم حضور المشير خليفة حفتر سيسبب فشل تام للقاء باليرمو.
لأن خارطة الطريق وضعت أساسا للتقريب بين خليفة حفتر وفايز السراج، هذا هو الأساس. إيطاليا تريد أن تقرب وجهات النظر، إيطاليا تريد لعب دور الوسيط بين الليبيين، هذا حسب هذا ما جاء في بيانها بالأساس. وما جاء في البيان هو شرط حضور الأطراف الليبية المتنازعة، أي بين الشرق والغرب، يعني حضور المشير خليفة حفتر يبدو أنه يعني غير مؤكد، أو ربما لن يحضر بعد زيارته إلى روسيا. يبدو أن أمرا روسيا حسم في هذا الشأن، وقد يكون هنا الروس اكتشفوا أن اتفاقا تم بين إيطاليا وبين قطر التي ستكون حاضرة بقوة خلال هذا المؤتمر في باليرمو حول الغاز الليبي. يعني الموضوع هو اقتصادي بحت، اقتصادي بالأساس. نعم، سأعود لك مجددا سيدة صوفيا الهمامي صحفية معي عبر الهاتف من تونس، ربما سأعود لك مجددا. يعني السؤال موجه لك سيد خالد الترجمان، إن نجح مؤتمر باليرمو، لو اعتقدنا أنه نجح، اتفاق باريس سيضرب بعرض الحائط؟ أولا نجح، ما هي حدود نجاحه؟ هل يمكن أن تقبل به كل الأطراف؟ كل الأطراف في ليبيا، وأنا أعني الأطراف على الأطراف التي تتصارع في غرب البلاد. غرب البلاد ليس في يد السراج حتى ومن وضع السراج. غرب البلاد تتحاكم فيه أكثر من قوى، وتتجادل فيه العصابات الموقف والقدرة على الحسم، سواء داخل العاصمة، داخل طرابلس أو خارج طرابلس. هذا الصراع أو هذه الحروب الصغيرة التي تنشأ في الغرب لا أحد يملك السيطرة عليها بشكل مطلق. صحيح أن هناك من يشعلها وهناك من يطفيها أو يضع لها حدود ويضع لها قوانين، ولكن في النهاية هي صراعات، وهي صراعات مسلحة وغير قادرة على الحسم. وبالتالي السؤال هنا، كيف سينجح هذا المؤتمر؟ سينجح إذن عليهم أولا أن يوحدوا القوى المتصارعة في غرب البلاد وينزعوا سلاحها، حتى تصل بعد ذلك إلى حوار على طاولة مفاوضات سياسية. أما غير ذلك فهي طاولة مفاوضات لتأمين الوطن، تأمين البلاد. البلاد لابد أن تؤمن، لن تؤمن والآخر يمسك السلاح. لن أستطيع أن أجلس مع آخر لأحاوره وأتفق معه سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وهو يجلس على كومة من السلاح والدخائر في مواجهتي. لابد من نزع السلاح أولا. هل سينجح مؤتمر باليرمو في إيجاد آلية لنزع سلاح الميليشيات؟ لا أعتقد ذلك، لأن أساسا الإيطاليين، وأذكر المشاهدين الأخوة المشاهدين وأذكرك بعندما حاولوا، عندما احتلوا ليبيا في 1911 كانت ركيزتهم بانكي دي روما، مصرف الإيطالي. الآن في يقيني أن ركيزتهم الأساسية لعودة لاحتلال غرب ليبيا هو المستشفيات الإيطالية، يعني والقوات الإيطالية التي نزلت لتحمي هذا المستشفى، المستشفى الميداني الذي وضع في مدينة مصراتة. هذا الأمر واضح لكل ذو بصيرة، لكل ذي عينين، أن إيطاليا موجودة في الغرب بقوة وقادرة على التواجد بقوة بفضل دعمها للميليشيات، دعمها لقوات محددة، قوات ميليشياوية مناطقية. وبالتالي هذا المشهد كله لابد أن يكون في حسابات مؤتمر باليرمو، كيف تتحرك معه وكيف تتعامل معه. أنا متأكد أن هي أعطت وعود كثيرة لمناطق، وأعطت وعود لميليشيات، وأعطت وعود لعدد كبير من الجالسين على الطاولات، على طاولة المفاوضات، وبالتالي تعجز عن أن تفي بوعودها لمن لنا هنا، للمناطق المحررة، للمناطق التي استعادت سيطرتها وسيادتها، للمناطق التي أمنت نفسها وأمنت مدنها، لأنها تعلم بأن هذه المناطق خارج عن سيطرتها، لن تستطيع أن تسيطر عليها مهما حاولت، لن تستطيع أن تسيطر لا على القيادة العامة وعلى المناطق في شرق البلاد. وبالتالي هذا هو المشهد. لا أعتقد أن سيكتب لهذا المؤتمر أي نجاح في هذا الإطار،
هو نوع من بدأ كصراع ما بين قوتين، ما بين الفرنسيين وما يأملونه ومحاولتهم لتخفيف العبء على الجنوب، باعتبار أن الجنوب يحد كثير من الدول التي لديهم مصالح فيها ولديهم قوات على أرضها. هذا من جانب، ومن جانب آخر الإيطاليين ورغبتهم الدائمة والتاريخية في أن يجعلوا من ليبيا الشاطئ الرابع لهذا لإيطاليا، بالإضافة إلى رغبة دول أخرى في جعل هذه الحروب القائمة في ليبيا قائمة ومستمرة، وجعل الجنوب كبطن تمساح، أضعف منطقة في ليبيا يجعلونها الجنوب، من أجل عندما انتهى الشمال على الأقل في المنطقة الشرقية بالكامل من هذه العصابات الداعشية والعصابات المسلحة، الآن تهيئة الجنوب لاستقبال كافة المقاتلين الموجودين في الدول المحيطة بنا ودول أخرى ونقلهم إلى الجنوب، وإيجاد بؤر توتر وبؤر صراع في جنوب البلاد. هذا ما يخطط له البعض من أجهزة الاستخبارات الموجودة والمتعاملة مع الوضع في ليبيا. وبالتالي أنا لا أرى أي إمكانية لنجاح حقيقي نراه على أرض الواقع لهذا المؤتمر. نعم، ننتقل إلى دكتورة أمنة الباز، أستاذة العلاقات العامة والعلوم السياسية، معي عبر الهاتف من بنغازي. أهلا بك. يعني بداية، العديد والكثير يتوقع فشل مؤتمر باليرمو، وإذ قلنا في حال عدم حضور المشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة، كيف سيكون المشهد؟ ألو، مساء الخير. مساء النور. ألو أستاذ المنذر، مساء الخير. أهلا وسهلا، تحية طيبة لك والأستاذ خالد الترجمان، الناشط الحقوقي ومحامي الناشط الحقوقي، وللسيدة الصحفية من تونس. أولا حضرتك سألتني سؤال، إذا كان غاب السيد المشير عن المؤتمر احتمال كبير لفشل. علينا أن لا نسبق الأحداث. أولا، المؤتمر من الناحية الظاهرية هو لتجميع الأطراف السياسية أو الأطراف المتصارعة في ليبيا، وهذا للأسف غير صحيح. هذا المؤتمر الهدف الأساسي منه تحقيق مصالح اقتصادية بحتة لإيطاليا داخل ليبيا، والدليل على ذلك زيارة مسؤولين مهمين لشركة إيني، وشركة إيني معروفة إن هي مسيطرة على المشهد السياسي في إيطاليا، مفودين إلى السيد سراج. إذا نحن أمام إعادة خلط أوراق من جديد بوعود للحصول على مناصب سياسية لنفس الوجوه اللي موجودة على الساحة السياسية، سواء كانت في الشرق الليبي أو في الغرب الليبي، والأكثر للسيد السراج والمجلس الرئاسي. فحاول السراج من خلال هذا المؤتمر أو الاستباقية له بأنه يغير كم وزير، كما وضح لك السيد خالد الترجمان، تغيير كم وزير، محاولة خلط الأوراق لي بقاء السيد السراج في منصبه. ألو؟ نعم، في الاستماع. أكملي. ألو؟ نعم، في الاستماع سيدة أمنة. الصوت غير واضح لو سمحت. سيدة أمنة، طيب، أنتقل إلى السيدة صوفيا الهمامية، صحفية تونسية، معي عبر الهاتف من تونس. يعني لو انتقلنا إلى المشاركات الدولية في مؤتمر باليرمو، نجد اليوم بأن أغلب الصحف تتحدث عن غياب فرنسا وربما ألمانيا، ونعني ماكرون وميركل. في حال غيابهم، ما هي حظوظ مؤتمر باليرمو؟ نعم سيدة صوفيا. طيب، أنتقل مرة أخرى إلى الدكتورة أمنة الباز، ربما هناك يعني تشويش أو قطع في الاتصال. دكتورة أمنة، أكملي. ألو. نعم دكتورة أمنة. فنحاول أني أنا نوضح لك أن الدور الاقتصادي لهذا المؤتمر أو لتسعى إيطاليا من خلال تحقيق مصالحها الاقتصادية، وخصوصا كيف ما وضح السيد الفاضل خالد الترجمان، أن الغاز والنفط الليبي مهم جدا للشركات والاستثمارات الإيطالية في ليبيا. فنحن نتحدث هنا على مليارات، لا نتحدث هنا على أشياء بسيطة. فإذا اللي موجودين على المشهد السياسي خصوصا في الغرب الليبي هم من يحققوا هذه المصالح الاقتصادية لإيطاليا. لو نحن نظرنا إلى الأمر من ناحية الواقع، نجد أن السيد سراج
والمجلس الرئاسي لا يستطيعون السيطرة على طرابلس إلا المنطقة ما يسمى في السياسة اللي هي المنطقة الخضراء، بمعنى مقر المجلس ومقر بعض السفارات الموجودة في طرابلس. فإذا نحن أمام إعادة تدوير لنفس السياسيين اللي موجودين أو نفس الفاشلين، مع احترامي لك وللسامعين والمشاهدين اللي موجودين على المشهد السياسي، بالإضافة إلى أن السراج يحاول استباق ما يسعى إليه السيد المشير السيد عقيلة صالح بإزالة المجلس الرئاسي وإعادة هيكلته من جديد برئيس ونائبين. فإذا نحن أمام متصارعين سياسيين لتحقيق مصالح دول خارجية. لو نظرنا طيب دكتورة آمنة الباز، دكتورة آمنة، في حال فشل المؤتمر يعني ما الذي سيحدث؟ هل ربما سيزداد المشهد أكثر تعقيداً؟ أكيد طبعا، لأنك لما تعود نفس السياسيين الفاشلين موجودين في أعلى السلطة المتصارعين وخصوصا في الغرب الليبي، فأنت تزيد الأمر سوء. بالإضافة إلى الجنوب الليبي المبعد تماما والذي ليس له دور، ولم نسمع عن أحد تم دعوته في من الجنوب الليبي لهذا المؤتمر. وأريد أن أضيف نقطة واحدة لو سمحت لي، إذا تفضل. كان الوقت يسمح. تفضل. نحن سمعنا على أعضاء من القبائل أو شيوخ القبائل أو أعضاء المجتمع المدني يسعون إلى الوصول إلى باليرمو أو مقاطعة باليرمو في صقلية. كان الأفضل لأعضاء المجتمع المدني الليبي أن يوضحوا للناس أهمية الانتخابات لعامة الشعب الليبي، أهمية الانتخابات وأهمية الدستور لتحقيق الاستقرار في ليبيا، بدل من السعي إلى حصول على منصب أو كرسي من خلال مؤتمر بريرمو. نعم، أنتقل الآن مرة أخرى إلى السيدة صوفيا الهمامية الصحفية التونسية. يعني سأغير سؤالي هنا، هل فرنسا مستاءة يعني لأن إيطاليا استعجلت ولم تتريث بعقد مؤتمر لا يفصله عن مؤتمر باريس وقت طويل، كما أن ماكرون ما زال يبذل المزيد من الجهود من أجل تحقيق ما تم الاتفاق عليه في باريس؟ شوف منظر، هو مثل ما هو معروف أن فرنسا تدعم المشير خليفة حفتر، وهي اللاعب الأساسي في ليبيا منذ سنة 2011 إلى اليوم، وإيطاليا الآن تناظر من أجل أن تستعيد السيطرة على القضية الليبية، وهذا معروف وواضح للجميع. ولكن هذه الاستراتيجية هي استراتيجية خاسرة للجميع، لأنه ما في أي دولة قادرة على فرض أجندتها، ولا الشعب الليبي يقبل، ولا ما يحدث أنه مش يكون يعني مقبول للجميع. فرنسا مستاءة أو غير مستاءة، هو مثل ما قلت في بداية اللقاء صراع بينهما. يبدو أن ظاهر الأمور هي إيطاليا، ولكن المؤتمر مدعوم أمريكيا، والصراع الأمريكي الفرنسي أو الإيطالي الفرنسي على شمال إفريقيا معروف، خاصة بعد سقوط الأنظمة فيما سمي بثورات وما سمي بالربيع العربي المخطط له بطبيعة الحال. اليوم نحن نشهد صراع من جديد، كان السؤال هل سينجح هذا المؤتمر أم لا؟ واقع الحال يقول أن هذا المؤتمر حتى وإن بدا للبعض فاشل قبل انعقاده، ونحن نتكلم الآن والكل يقول أن المؤتمر سيفشل، ولكن واقع الأمر يبدو لي أن هذا المؤتمر سوف يجهز ويهيئ كل الظروف الضرورية للأمم المتحدة من خلال وضع خريطة طريق ستركز بالأساس على الجانبين السياسي والأمني، وسيستمرون في سياستهم وهي الهروب إلى الأمام بليبيا. من حضر أهلا وسهلا، ومن لم يحضر فالأمر مستمر في طريقه. هذا ما سيحدث يبدو لي. نعم، الأستاذة صوفيا الهمامي الصحفية التونسية كنت معي عبر الهاتف من تونس، شكرا جزيلا لك. أعود مرة أخرى للأستاذ خالد الترجمان المحلل السياسي معي في الأستوديو. لماذا لا نعتبر بأن إيطاليا دولة مؤهلة لعقد مصالحات بين الليبيين؟ لو فكرنا
مثلا أن فرنسا شاركت في الحوار الوطني في الجزائر لربما اعتبرناه أمرا مستهجن، دعنا نتجاوز الأسباب التاريخية، ما هي الأسباب السياسية الحالية التي لا تؤهل إيطاليا لتحقيق تقدم في الملف الليبي؟ أولا دعني رد تحية سيدتين ضيفاتك آمنة الباز وصوفيا الحمامي، وأقول لك بالنسبة لإيطاليا غير مؤهلة حقيقة، لا أستطيع أن أرجح البعد التاريخي ومآسي الليبيين منذ 2011 إلى تحرير البلاد بعد الحرب العالمية الثانية، ولكن لم تستطع إيطاليا طوال تاريخها أن تفعل شيء لليبيا، حتى قضية الاعتذار للشعب الليبي إبان نظام القذافي وقضايا التعويض لم تذهب فيها خطوة جادة واحدة، أصبحت مجرد اتفاقية حبر على ورق لم تنفذ منها شيء إبان عهد القذافي، ولم تلتزم بعد ذلك بالقيام بأي خطوة إيجابية في ذلك، على الرغم من أنها كان يمكنها أن تجعل من هذه الخطوة هذه الاتفاقية اتفاقية الشراكة مع ليبيا واتفاقية تعويض الليبيين عن مآسي الاحتلال الفاشيستي لليبيا ومجازره وما قام به في ليبيا، ولكنها لم تفعل ذلك، لم تبدي أي حسن نية للالتزام بالاتفاقية التي وقعتها مع ليبيا إبان حكم القذافي. الآن هل يمكن أن نطمح في هذه الدولة التي لم نرى إلا شرورها منذ 1911 إلى الآن، هل يمكن أن نتخيل أن هذه الدولة يمكنها أن تقدم للشعب الليبي شيء إيجابي أو يمكنها أن تحل جزء من مشاكله؟ إن كانت حتى عندما اعتذرت عن مآسي الفاشيست لم تلتزم بأي نقطة من النقاط التي أوردتها هذه الاتفاقية التي وقعت مع ليبيا. بعد ذلك خلال فترة ثورة فبراير ما الذي قامت به إيطاليا لليبيا؟ لم تقم بأي شيء إلا مساندة الميليشيات الجهوية والميليشيات المناطقية وتهريب السلاح والاستغلال الغاز الليبي طوال هذه الفترة بأبخس الأثمان. تصور أن ثمن الغاز الذي يخرج من مليتا هو رشوة الميليشيات التي تحافظ والتي تحرس هذا الغاز وتحرس تصديره إلى إيطاليا، غير ذلك ليس لديه أي شيء آخر إيجابي وواضح، إضافة إلى أن تصريحات غسان سلامة بالذهاب إلى المؤتمر الجامع قبل انعقاد مؤتمر باليرمو يعطينا إيحاء بأن إيطاليا لديها أجندة خاصة ولا يهمها كثيرا حلول المشاكل في ليبيا، بدليل أن وهذا لا يجب أن نغفله تصريح غسان سلامة بأن خلال الربيع القادم ربما ستكون هناك انتخابات بعد الذهاب إلى المؤتمر الجامع، هذا المؤتمر الذي منذ 5 شهور ماضية وهو يعد له في ليبيا وقام بالكثير من اللقاءات والكثير من الاجتماعات في شرق وغرب وجنوب البلاد من أجل معرفة ماذا يريد الليبيون على رأيه، وكأنه يعيد بنا الأمر إلى سنوات القذافي عندما كان يقول ماذا يريد الليبيون، فالسيد غسان سلامة كذلك يقول ماذا يريدون الليبيون، والآن يقول بأنه وجد شبه خارطة الطريق للمؤتمر الوطني الجامع خلال الفترة القادمة وأنه قد استشف أن الليبيون جميعا يريدون الانتخابات. نعم الليبيون يريدون انتخابات، ولكن أي انتخابات؟ هل هي الانتخابات تحت مظلة العصابات المسلحة وتحت مظلة المناطقية والجهوية، أم يريدون انتخابات حقيقية، انتخابات تخرج بهم من أسن السنوات الماضية، من أسن السنوات السبع الماضية العجاف؟ الليبيين يريدون انتخابات حقيقية، وأنا أعتقد أن تجربة الليبيين مع المؤتمر الوطني ومع مجلس النواب ستجعلهم أكثر كفاءة في اختيار نواب آخرين وفي اختيار لو ذهبنا إلى انتخابات رئاسية من يقود البلاد هذه مرة أخرى نحو التقدم، نحو الدولة المدنية، نحو إعادة العزة والكرامة.
هذا ما يجب أن نركز عليه في هذه المسألة. نعم، طيب دعوني أنتقل الآن إلى القاهرة، ومعي عبر الهاتف السيد محمد عامر مسؤول الملف الليبي في صحيفة الوطن المصرية، معي عبر الهاتف من القاهرة. بداية أهلا بك. أهلا بحضرتك وضيفك الكريم. أهلا بك. مصر، جمهورية مصر وليبيا يعني مشتركان دائما في محاربة الإرهاب، ومصر تعتبر الدولة المهمة والمشاركة في محاربة الإرهاب في منطقة شمال أفريقيا. يعني ما هو رأي جمهورية مصر والرئاسة المصرية في مشاركة أطراف متهمة بدعم الإرهاب في المنطقة؟ يعني بالنسبة للموقف المصري من الأزمة الليبية، هو منذ البداية واضح أنه مع وحدة الأرض الليبية ومع الجيش الوطني الليبي، هو يعني كنواة قادرة على أن تكون سلطة تفرض يعني قدرتها أو تفرض إمكانياتها في مواجهة الإرهاب. مصر دوما لديها تحفظات على مشاركة بعض الأطراف التي لها علاقة ببعض التنظيمات الإرهابية، وبالتالي فإحنا عشان نتكلم عن نجاح هذا المؤتمر يعني على هذه الأطراف أن تتنصل من هذه التنظيمات، على هذه الأطراف أن يعني تجرم هذه التنظيمات المتهمة بالإرهاب وبقتل الليبيين وتدمير الأطراف لي. أنا أظن أن مصر لديها كثير من التحفظات على يعني الأطراف المشاركة في مؤتمر باليرمو. ربما مصر لم تعلن ذلك صراحة، لأن يعني في كثير من الأوقات المقتضيات الدبلوماسية يعني تفرض عليك لغة معينة، لكن أظن أن مصر يعني غير مقتنعة كثيرا بما سيتم في مؤتمر باليرمو. طيب لماذا أو ما هي مواقف الدول العربية حيال مؤتمر إيطاليا؟ لماذا لم يتم منح دول الجوار مثل مصر وتونس والجزائر؟ لماذا لم يتم منح دول الجوار دور أكبر في حل الأزمة الليبية؟ لأن في الأساس يعني في الأساس هناك قوتين أو قوتان تتصارع على ليبيا، فرنسا وإيطاليا. فهذه القوى يعني الدول الجوار الليبي بعضها دول تمتلك حلول حقيقية للأزمة الليبية، وتقتنع بأنه لابد من حل يرضي الشعب الليبي أولا قبل المصالح لهذه الدول. لكن هذا لا يروح بالنسبة لفرنسا وإيطاليا. فرنسا تريد مصالح، إيطاليا تريد مصالح. مصر على سبيل المثال كدولة جوار قوية لا تريد إلا مصلحة الشعب الليبي، لا تريد إلا الاستقرار. سأعود عليه صحيح فيما يتعلق بالأمن القومي المصري، ولكن لا تتصارع على ثروات، لا تتصارع على مكاسب سياسية أو نفوذ بقدر ما تقوم به إيطاليا وفرنسا. يعني احنا لو تكلمنا على مؤتمر باليرمو، هل هو لابد نسال نفسنا هل هو استكمال او يعني تراكم سياسي او تراكم دبلوماسي لما الاجتماعات السابقه، الاجتماع مثل ما تم الاتفاق عليه في فرنسا، لما تم الاتفاق عليه في اي اجتماعات اخرى بخصوص الازمه الليبيه؟ فنجد لا، هو محاوله فقط ان يعني لاخذ المشهد او لركوب المشهد من كل قوه. فرنسا في وقت من الاوقات كانت يعني تريد ركوب المشهد السياسي الليبي وتقول اننا توصلنا الاتفاق ينص على اجراء انتخابات، ينص على كذا وكذا وكذا، لكن هذا لم تكن له ارضيه ولم يكن له اساس صلب يعني ليتم تنفيذه على ارض الواقع. كذلك اظن ان ايطاليا هي الاخرى تريد ان تاخذ المشهد السياسي وتقول نحن فعلنا كذا وتوصلنا الى كذا وكذا، ولكن يبقى دوما الاساس الموجود على الارض غير صلب لتنفيذ اي اتفاق يعني او اي تفاهمات يتم التوصل اليها في فرنسا او يتم التوصل لها في ايطاليا. فرنسا وايطاليا قوتان متنافستان على ليبيا، ولا اظن ابدا انها ستترك يعني المسافه الكافيه لدول الجوار لكي تساهم في حل الازمه الليبيه، فقط هي تستعين بهم لمجرد يعني اكمال الديكور او لمجرد يعني تريد تامين، يعني هي تقدم بعض
المقترحات وتريد من دول الغوار أن تؤمن على هذه المقترحات. لذلك يعني أنا لست يعني متفائل بما قد يحدث في مؤتمر باليرمو، خاصة أن الأجندة الإيطالية يعني فيها كثير من الغموض، فيها كثير من عدم الوضوح بخصوص الميليشيات، بخصوص التنظيمات المسلحة، بخصوص التنظيمات الإرهابية، بخصوص بعض الأطراف السياسية زي تركيا وقطر اللي لها دور غير واضح أو يعني أو دور غير مباشر في 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 ما يتعلق بما يدور في مؤتمر ما سيدور في مؤتمر باليرمو. طيب، الكثير من الصحف الإيطالية ربطت بين مشاركة القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر بين نجاح المؤتمر واعتبرت غيابه فشل لإيطاليا، كيف تعلق على ذلك؟ غياب المشير خليفة حفتر هو بطبيعة الحال يعني في رأيي الشخصي ينسف هذا المؤتمر حتى قبل أن يبدأ. لماذا؟ يعني بطبيعة الحال المشير خليفة حفتر هو القائد العام للجيش الوطني الليبي، هو رقم واحد في المشهد السياسي الليبي والمشهد العسكري. يعني أنت لما تدور على قوة تقدر تستند عليها في أي قرار أو تقدر إن هي لو التزمت بقرار معين تنفذ، مش هتلاقي غير المشير خليفة حفتر في ليبيا. إنما تعالى للجانب الثاني أو للجانب الغربي، مثلا حكومة فايز السراج مثلا خلانا تتفق على شيء ما أو تلتزم بالتزام ما أو بتفاهم ما تم التوصل إليه. ما الذي يحدث؟ هذه الحكومة الموجودة في الغرب لا تملك قرارها، القرار في الأول أو في الأخير هو للميليشيات للميليشيات. وبالتالي هناك فرق بين من يعني يوقع على شيء أو يعلن التزامه بشيء ما وبين من يستطيع أن ينفذه على أرض الواقع. المشير خليفة حفتر حين سيلتزم بشيء ما أو حين سيقول أننا وافقنا على تفاهم معين، هو قادر على تنفيذه وقادر على الالتزام به. ولذلك يبقى المشير خليفة حفتر هو القوة الأولى أو القوة رقم واحد في المشهد السياسي الليبي. وبالتالي إذا غاب هو عن مؤتمر باليرمو، من سينفذ التزامات هذا المؤتمر؟ هل تنفذه حكومة السراج؟ هل تنفذه الميليشيات المتواجدة في العاصمة؟ هل يعني ستنتظر إيطاليا توصيات تركية أو توصيات قطرية لكي يعني تلتزم الميليشيات الموجودة في المنصبات في المنطقة الغربية بما سينتج عن هذا المؤتمر؟ لذلك أنا مقتنع قناعة شديدة جدا أن غياب المشير خليفة حفتر ينسف المؤتمر من الأساس. نعم. طيب سيد محمد، هل سنرى الشقيقة مصر موجودة وحاضرة بقوة في مؤتمر باليرمو الأيام القليلة المقبلة؟ سيدي، كما قلت لك ان مصر لا تتاخر عن اي جهد دبلوماسي يبذل في اطار حل الازمه الليبيه، ايا كان الطرف الذي يقوم بهذا الجهد الدبلوماسي او الذي يبذل بهذا الجهد الدبلوماسي. نعتذر على انقطاع الخط، ربما اعود الى ضيفي في الاستوديو سيد خالد الترجمان. يعني الكثير من الصحف الايطاليه ربطت مشاركه القائد العام للقوات المسلحه المشير خليفه حفتر وبين نجاح مؤتمر باليرمو وعدم حضوره كما ذكرت الصحف. إن لم يحضر المشير خليفة حفتر فيعتبر فشل لإيطاليا وليس لمؤتمر باليرمو فقط، كيف تعلق؟ وهل هناك شك في ذلك؟ إن لم يحضر المشير خليفة حفتر فلماذا يقام أساسا هذا المؤتمر؟ في إمكانهم إقامة هذا المؤتمر في باليرمو أو في طرابلس أو في مصراتة وليكن لديهم مؤتمرهم هناك. ولكن إن كان هناك حل لليبيا لا يمكن أن يكون ليس بمعزل، إنما الأساس هي القيادة العامة للقوات المسلحة، هي ما حدث هنا بيت القصيد، وهنا ما يجب أن نذهب إليه مباشرة. عدم وجود المشير خليفة حفتر في أي ملتقى يخص ليبيا أو يخص الحل في ليبيا سواء كان الحل العسكري أو السياسي لن يجدى ولن يفلح ولن يستطيع أن يصل إلى حقائق ولن يستطيع أن يصل لنجاح مهما حاول. بدون القيادة العامة للقوات المسلحة لن يكون نجاح لأي مؤتمر أو لأي لقاء يخص ليبيا سواء كان في داخل ليبيا أو خارج ليبيا، هذا على الإطلاق تماما. المسألة لا تحتاج إلى كثير من التحليل وكثير من الشواهد وكثير من العمل عليها، بدليل أن دائما ما يثبت سيادة المشير بأنه ملتزم بما يقرره، ملتزم بما يوقع عنه.
سواء كان في الإمارات ومن خان العهد أو لم يلتزم بتوقيعه كان هو الرئاسي. ولعلنا لن ننسى مجزرة براك الشاطي بعد ذلك مباشرة ومن ساهم فيها ومن فعلها، ثم بعد ذلك اتفاق باريس تنصلع منه الآخرون بما فيها الدول الأوروبية، ولعل ما تقوم به إيطاليا الآن خير دليل على أنها لا أحد يريد حقيقة الاتجاه إلى الانتخابات. وقد سقط في يدهم تماما عندما التزم سيادة المشير بالتزام صريح وواضح بأنه ذاهب للانتخابات، انتخابات برلمانية، انتخابات رئاسية، ذاهب لذلك مباشرة، لأن هذا ما سينقذ الشعب الليبي، هي انتخابات حقيقية وانتخابات نزيهة وانتخابات غير مزورة. هذا ما التزم به، وعندما علم أو يعلم الجميع بأن هذا حقيقي وأن التزام هذا الرجل بما يريده الشعب الليبي لا تتريب عليه ولا غبار عليه، وبالتالي هنا تضع العصا في الدولاب من خلال الحديث عن مسودة الدستور، الحديث عن مؤتمر جامع، الحديث عن القواعد القانونية الجديدة، الحديث عن اجتماع باريس الذي إيطاليا أعلنت مباشرة بأن الليبيين لا يريدون انتخابات، وكأنها هي وكيل الليبيين لاستقرارهم ولحياتهم. كل ذلك لأنهم يعلمون تماما أن القيادة عندما تقول تلتزم بما هو في صالح الشعب الليبي، وترى بأن الشعب الليبي مل من كل هذه الأجسام سواء كانت شرعية أو غير شرعية، ويريد الذهاب بالفعل إلى تجربة جديدة من الانتخابات. وأعتقد أن هذه التجربة لابد أن تكون نزيهة وناجحة، لأن القيادة تعلم وتتابع كذلك كل الانتخابات التي حدثت وما حدث فيها وكيف تمت فيها، سواء تلك التي زورت في فترة من الفترات ونعلم كيف نقلت صناديق اقتراع إلى معسكر 17 فبراير، وسواء الانقلاب على ما حدث في مجلس النواب. أنا أعتقد أن الإجابة الصريحة والواضحة على سؤالك سيد منذر أنه لا نجاح لأي عمل من أجل ليبيا لا يكون لا تكون قيادة العامة القوات المسلحة والمشير خليفة حفتر على رأسه. نعم، أنتقل مرة أخرى إلى دكتورة آمنة الباز. يعني هل نستطيع القول بأن مؤتمر باليرمو فاشل قبل أن يعقد؟ سيدة آمنة الباز، أعتذر ربما انقطع الاتصال. أستاذ خالد ترجمان المحلل السياسي، كلمة أخيرة أسمعها من حضرتك في حلقة الليلة من برنامج نهاية الأسبوع. أمل أن تحمل لنا الأيام القادمة ما يسر الليبيين وما يخرجهم من هذه المعضلة ومن هذا النفق الطويل من الظلام، ولكن لن نخرج من هذا النفق إلا من خلال إيماننا بأنفسنا وإيماننا بذواتنا، إيماننا نحن الليبيين بأننا قادرون على تغيير حقيقتنا وتغيير مصيرنا آجلا بإذن الله، وذلك بالإيمان بأننا قادرون من خلال تصفية كل من يمتشق السلاح ليسيطر على البلاد. لابد لنا من أن نذهب مباشرة إلى حل جذري وحل أساسي، وهو أن نحل مشاكلنا السياسية والاجتماعية بعد أن نحل مشكلة السلاح ومشكلة كل الميليشيات التي تتمترس وتنهب ثروات الليبيين وتعتدي على الليبيين بالسلاح. نعم، دكتورة آمنة الباز، يعني هل نستطيع القول بأن مؤتمر باليرمو فاشل قبل أن يعقد؟ نعم للأسف، لأن غياب شخصية مهمة مثل المشير خليفة حفتر على المؤتمر له نظرة السيد المشير بأن هناك أمر يحاك ضد المؤسسة العسكرية أو وحدة المؤسسة العسكرية، ووجود أجساد موازية متمثلة في الميليشيات في الغرب الليبي موازية للجيش الليبي يضعف من وحدة الجيش الليبي. لذلك أعتقد أن هذا المؤتمر فاشل إلى حد ما ظاهريا، ولكن
هناك نقطة مهمة وهي تحقيق مصالح اقتصادية للدول المشاركة في هذا المؤتمر. نعم، أشرت لها في بداية حديثك. الدكتورة آمنة الباز، أستاذة العلاقات العامة والعلوم السياسية، كنت معي عبر الهاتف من بنغازي، شكرا جزيلا لك. ربما مشاهدينا الأكارم وصلنا إلى ختام الحلقة، وقبل الختام ربما الأيام القليلة المقبلة أو يفصلنا يوم تقريبا أو يومين على مؤتمر باليرمو، ونحن يعني لم نحكم عليه بالفشل، ولكن هذه توقعات وقراءات للمشهد، لم نسبق الأحداث، ولكن ربما الأيام القليلة القادمة ستثبت الفشل أم النجاح. شكرا لكم مشاهدينا الأكارم على طيب المتابعة، شكرا لكل الضيوف معي في الاستوديو، الأستاذ خالد الترجمان المحلل السياسي، الدكتورة آمنة الباز أستاذة العلاقات العامة والعلوم السياسية كانت معي عبر الهاتف، أيضا صوفيا الهمامي الصحفية التونسية، أيضا محمد عامر الصحفي كان معي من القاهرة من جمهورية مصر. شكرا لكم أيضا مشاهدينا، إلى اللقاء.